طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. أردت أن أجمع ملفات الفساد وأقدمها إلى هيئة النزاهة وإلى الدعاء العام وإلى معكب التحقيق النزاهة. أنا قدمت ملف من 100 ورقة إلى سيد العبادي وإلى سيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد رئيس الدعاء العام. باسم ما عنده مشكلة، مشكلته أنه جاي يقدم قضايا ضد الفاسدين. ليش هو الفاسد حر طليق واللي حارب الفساد بالسجن؟ الله شاهد، إذا بقى ابن خشان بالسجن عار علينا كلنا، عار على السماوي، عار على ابن حجير. فنترجى منكم أخواننا المتظاهرين ويوقفون ويانا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة حول وسائل الإعلام في العراق. يعني في تقرير لصحيفة العربي الجديد سلطت فيه على مواد إعلامية تقول بأنها مفبركة بحسب هذا التقرير، يتم من خلالها استغلال فقر بعض الأشخاص لإعداد تقارير لا تمت للحقيقة بصلة في العراق. طبعا التقرير أشار إلى أنه هذه التقارير هو من أجل تحقيق ما أسمته الاختلاف وإثارة مشاعر المجتمع العراقي وكسب الشهرة، سواء لوسيلة الإعلام أو للصحفي الذي يقوم بإعداد هذا التقرير أو ذاك. هذا الموضوع يعني كما أشار التقرير لم يحظى بالأهمية التي يستحقها لولا ما عرضته قناة فضائية تتلقى دعما إيرانيا بالتحديد بشأن فتاة قالت إنها بيعت من قبل ذويها لإحدى مافيات التسول، وهو ما نافته وزارة الداخلية في حكومة حيدر العبادي لاحقا، وقالت بأنه مجرد فبركة. الفتاة ظهرت في وقت لاحق وقالت بأنها قبلت بتسجيل المقابلة مع القناة الفضائية مقابل مبلغ مالي بسيط، وهذا ما دفع وزير الداخلية قاسم العرجي لإصدار بيان رفض فيه ما وصفه بالتشويه وترفيق الأكاذيب التي تجعل الصورة أمام الرأي العام قاتمة. الأعرجي قال بأن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها القانوني الكامل لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الملفقين والكذابين كما قال. الصحفي يعني التقرير التقى بعدد من الصحفيين وبعدد من الأساتذة في الإعلام، قال الصحفي محمد حسين بأن عددا غير قليل من الفضائيات بدأ ومنذ فترة بانتهاج أساليب الكذب والتضليل من أجل الحصول على نسبة مشاهدة عالية. هو أكد لصحيفة العرب الجديد أن هذا الأسلوب ليس بالجديد على الإعلام في العراق، لكن الأضواء سلطت عليه ربما لدخول جهات رسمية بالدولة على خط الأزمة، وأشار إلى وجود مقدمة برامج في فضائية معروفة تقوم باستدراج الفقراء للظهور معها في برامج تمثيلية على أنها قصص واقعية مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتجاوز $100 في أحسن الأحوال. بيّن بأن هذه الأكاذيب لا يمكن أن تنطلي على العاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية، لكن الخشية هي من تصديقها من قبل العراقيين الذين يحرصون على متابعة مثل هذه المواد بشغف كما قال. أضاف على الرغم من ذكر اسم المقدمة وبرنامجها على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مرة وفضح أساليبها في الخداع، إلا أنها ما تزال مستمرة في تلفيق القصص التي أصبحت مكررة بشكل واضح، وهذا دليل مؤكد على وجود التمثيل. أستاذ الإعلام في جامعة بغداد علي شاكر انتقد لجوء بعض الإعلاميين إلى تلفيق القصص من أجل الحصول على السبق الصحفي، وأكد بأن الكثير من التقارير التي تعرض على الفضائيات
أصبحت خالية من المعنى ولا يسعى معدوها إلى تحقيق الانتشار. حذر من انتشار مصطلح عفوا غريب على المجتمع العراقي يوصف بالطشة، معروف بالعراق يقول لك فلان طش يعني بوسائل التواصل الاجتماعي. وبين الأستاذ بأن الانتشار أصبح هو الشغل الشاغل لكثير من معدي التقارير المتلفزة على حساب مشاعر الناس وكرامتهم. ويشار كما أشرنا إلى أن مصطلح الطشة هو مصطلح عراقي محلي يستخدم حين يقوم بعض الأشخاص باختلاق قصص مثيرة للجدل وابتكار روايات ساخنة من أجل الحصول على عدد أكبر من المشاهدات والمشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا التقرير لصحيفة العربي الجديد يتحدث عن وسائل الإعلام في العراق بعد العام 2003 وكيف قامت هذه القناة باستدراج بنت فقيرة كما تقول طبعا وزارة الداخلية وإعطائها مبلغ مالي زهيد لكي تتحدث بأن أهلها باعوها بسبب الحالة حالة الفقر. طبعا هذا لا ينفي بأن العراق بحسب الأرقام الحكومية نسبة الفقر 35% والتقارير المنظمات الدولية تشير إلى وصول نسبة الفقر إلى أكثر من 50%. وحالات التسول في شوارع بغداد وفي المحافظات الأخرى وخاصة في العاصمة بغداد ظاهرة التسول بشكل كبير، وهناك بالفعل حالات مأساوية. ومعروف أنه بحسب الأرقام الحكومية، إذا تحدثنا بالأرقام الحكومية فإنه مثلا على سبيل المثال دور الأيتام يتم بيع والسمسرة بالأيتام في هذه الدور، إن كان بنات بس تبلغ يعني سن فوق 14 سنة يتم بيعها، والأولاد كذلك. يعني تجارة ما يسمى بالرقيق أو بتجارة العبيد، بيع وشراء البشر. نريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين. وسائل الإعلام في العراق بعد العام 2003 كيف تقيمها؟ كيف تقيمها؟ هذه القناة كما أشار التقرير بأنها مدعومة إيرانيا. ليش مقدم البرنامج أو المعد أو القناة فقط تريد أن تحصد مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي أو في القناة حتى يعني ترتفع المشاهدة لها على حساب طبعا الناس؟ وإذا إذا 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 صدقنا برواية وزارة الداخلية في حالة، فهناك آلاف، إذا ما نقول عشرات الآلاف، يعني على سبيل المثال عندنا إحنا النازحين في العراق مأساتهم مأساة معروفة وموثقة من قبل الحكومة، من قبل المنظمات الدولية، من قبل المنظمات الإنسانية. وشاهدنا حالات حية عبر الشاشات وعلى الأرض وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يتم قصف بيت ولا يبقى من هذا البيت أو العائلة إلا فرد واحد، ووصل عدد النازحين إلى نحو 6 ملايين نازح، وكذلك لغاية الآن لم يعد أكثر من 1,600,000 نازح إلى منازلهم بسبب الدمار الواسع، إن كان في مدينة الموصل أو مدن عراقية أخرى كالفلوجة والرمادي وتكريت وغيرها من المدن، وكذلك في ديالة. فهل بالفعل هناك تقصد من وسائل الإعلام في العراق يعني فبركة مشهد لكي الطش كما يقولون في مواقع التواصل الاجتماعي، أم أن وزارة الداخلية أرادت بهذا الشيء يعني تكذيب الواقع على الأرض وتكذيب الأرقام الحكومية نفسها التي تشير إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق؟ نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع وحول يعني مهنية وسائل الإعلام في العراق بعد عام 2003. معروف بأن وسائل الإعلام في العراق هناك الكثير منها مدعوم من إيران مثلا، هناك يعني قنوات معروفة للمشاهد بأنها مدعومة من إيران، وهناك قنوات لها خط لتلميع صورة السياسي. أغلب السياسيين الكبار لديهم قنوات يظهر فيها السياسي وكأنه منقذ العراق وكأنه حقق للعراق إنجازات كبيرة. يعني ازدياد وارتفاع عدد القنوات في العراق بعد العام 2003 جعل المواطن مشتت، وهناك تقارير وبحوث علمية يعني أشارت إلى أن هذه القنوات ساهمت في
الشرخ الطائفي وساهمت في يعني التفكير الطائفي للمجتمع، خاصة للأجيال التي يعني الأعمار الصغيرة التي نشأت بعد الاحتلال والآن هي أصبحت يعني شابة، رسخت الطائفية، وهناك قنوات طائفية معروفة يعني معروفة لدى المشاهد العراقي هي تقوم بالسب وبالشتم وبالتفرقة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي الواحد. نعم، معنا اتصال أم محمد من السليمانية، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام لحضرتك وللقناة والكادر القناة. أهلا وسهلا. أستاذ عمر، هو الإعلام يعني هو مو دا يجيب يعني دا يصور وجه الوجه، هو الإعلام مو دا يصور يعني شيء مخفي. نعم. اي هو البارحه اللي لما طلع هم يعني على هنا بغداد تصور بغداد الاطفال الميتين يعني بالانفجارات تهنهم. نعم. يعني صغير عمره تقريبا 7 سنوات. نعم. يعني عايش هو واخوته صغار ويا بيبيته يبيع على ليز يعني. نعم. 7 سنوات. زين هو الاعلام دا يجيب شيء مخفي؟ لا مو ما يجيبون. نعم. الاعلاميين مخفي كل حقيقه الاعلام يعني لا هو كتابه يعني دا نقول دا يكتب وينطع اعلام، لا دا يطلع بشر دا يحكي، انا دا احكي وياك على الاعلام، ما دا يعني تجيبون انت شيء مخفي. نعم. كله صحيح، الاعلام صحيح، ليش يكذبون الاعلام؟ زين، يعني دائما الحكومه يعني تكذب وقائع، يعني على سبيل المثال حيدر العبادي رئيس الوزراء كذب. نعم. كذب اهالي الصقلاويه، اختطاف نحو 700 شخص من اهالي الصقلاويه من على يد. نعم. الميليشيات. العبادي طلع قبل فترة ليست ببعيدة أيام. نعم. قال بأنه هذه روايات يعني مفبركة وأكاذيب والعدد ما يتجاوز 9، قال هذا رئيس الوزراء. نعم. إذن من يكذب على الثاني؟ يعني الحكومة دا تكذب الواقع، لو المواطن دا يصدق وسائل الإعلام التابعة للحكومة. لا، الاعلام صادق والحكومه تكذب، ليش تكذب؟ بدها تغطى على نفسها. هسه انا هنا اكو هنا نازحين جايين من هناك، زين هم من نفس هذا كلهم هن وبناتهن وكناينهن كلهن والنساء الكبار كل يعني ازواجهم ماكو. نعم. انا رحت بايدي وطبيت ببيتهم، رحت عليهم وطبيت نساء كلهن ظليت اباوع الله اكبر، قلت لهم وقفت تحت وقلت لهم الله اكبر. زين. نعم. يعني تجي تلقي تقاطع ذني كنايني، وين ازواجهن؟ قالت والله راحوا ما نقدر ما يعني راحت يعني جت الحكومه اخذتهم الميليشيات. نعم. ما ندري هذن بناتها يا بس يا البنات هن كلهن هن نسوان هذن بناتنا يقولن يابا وين ازواجهن؟ قالن والله ما اخذتهم الميليشيات. زين النسوان يقولن زلمنا هذا الكبار ما اخوذها، زين الزلم الكبار شركم بيها؟ ليش كذب؟ كله صحيح الاعلام استاذ مصطفى. انا هنا دا اشوف، انا هنا دا اطلع مرات يذكروا لي اكو ناس يعني مثل حالتهم تعبانه ما عندهم يعني ما قادرين على شيء، اطلع انا اروح اشوف. نعم. اللي اقدر اساعدهم، ما اقول لك يعني اغنيهم بثنوب، اللي اقدر عليه انا اساعد. زين. نعم. بس انا دا اطب واشوف، انا هوايه فقراء هنا راجعتهم. نعم. والله العظيم اكو ناس حد هسه تتصل بي من سكريت يقولون انت رفعت راس لان انت هوايه واصلتي ناس. زين دا اشوفهم لا اكثر هنا العوائل هنا انا ما عندهم بس النساء استاذ. نعم. عمر بس النساء والاطفال. نعم. زين هم يقولون كذب، خل تجي الحكومه انا اوديهم، انا احطهم بسيارتنا اوديهم اسلمهم بديهم اقول لهم شوف هاي العوائل ماكو بيها الزلم. زين. نعم. ليش يكذبون الاعلام؟ لا الاعلام صحيح. نعم. كله صدق الحكي. اذا هي مو. نعم. كتابه. نعم. ام محمد من السليمانيه كانت معنا. معنا اتصال ام ازهار من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احييك وحيي هاي القناه العظيمه وعامليها. حياك. بالنسبه الى الاعلام، الاعلام يكون على قسمين، قسم شريف وقسم غير شريف. القسم الانساني اللي قنوات اللي تبث الحقيقه اللي ما يدور في العراق. نعم. الحقيقه اللي مأساة هذول الزمره اللي قاعد تضرب اللي تأذي وقاعد تهدم هذا البلد. واكو هي القنوات تابعه الى الحكومه، واكو قنوات
شريفة تنطي مأساة العراق. صحيح صحيح تنطي منابر صحيحة مثل قناتكم قناة إلى بغداد وقناة أخرى كثيرة شريفة يعني تصور الشيء الصحيح والمبادئ الحقيقية والآثار الموجودة بالعراق وسياسته مثل تدمير الموصل، الهويدة، القتل، مثل هذول الإصابات الإيرانية قاعد تكتب الشباب، مثل كل تروح إلى المدارس المدمرة، تروح إلى الجوامع المدمرة، تروح إلى كل المناطق المدمرة بصورة صحيحة، مو كذب، لكن الحكومة تغطى على هذا الشيء. يغطون على هذا الشيء في قنوات العائلة إلى الأحزاب، كل الأحزاب الموجودة عندنا، وكل واحد يبث شكل، وكل واحد يكذب على شكل، وكل واحد هو دافع غير قوي، غير إنساني، غير صحيح إليه. وما عندهم أي ضمير، يحسون كله كذب، وش سوينا وش جبنا وش خدينا، وكله هو كذب، مع بالهم الشعب العراقي راح يصدقهم. الشعب العراقي ضعف، وصار عنده تفكير، وصار عنده نظرة للحياة اللي كانت سابقا وصار هسه من 2003 إلى هسه. وهسه إن شاء الله في يوم ما ينتفض عليهم ونرجعهم إلى جحورهم. أم أزهار من بغداد كانت معنا اتصال أبو طارق من دهوك. تفضل أبو طارق. ألو، السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي القناة الشريفة هذه. حياك الله. على رأسي أخوي العزيز، بس أريد أحكيون على موضوع واحد، على هذا القنوات العراقية ماكوش، هذولا تعرف 300 قناة، مدري 150 قناة، بجد عندنا هذولا. نعم. هذول كل أموال طائلة عندها تروح على هاي القنوات والمراسلين، تقريبا كل ما يقارب كل قناة يروح بالشهر 100 مليون دينار يروح عليها الأموال الفلوس. منين هذا يجيبون؟ منين يجيبون هاي الفلوس؟ طبعا الفلوس ما راح يبقى، كلهم يشردون، كلهم بواجين، كلهم حرامية أخويا، كلهم هذول الأحزاب ماكو 206 حزب، أشون العراق ده يصبر؟ إذا 206 حزب يعني كل واحد نسوي له عصابة، كلهم عصاب شيعة، زين أخويا، كلهم بواجين، ولينطي صوته لهذول الأحزاب ويعرف هذول بواجين، هو مصير شريكه بالبوض. فأنا أريد أنبه هذا الشعب ماكو، هذا الشعب اللي جاي يضحي واللي مدمر، تجعل كردستان ماكو رواتب، ماكو كهرباء، ماكو قزقر، تروح على المناطق الغربيه مناطقنا السنه تشوفهم مدمر من الوريد الى الوريد، تطلع على الجنوب تشوفهم هيك عايشين وكلهم امراض، ماسكين امراض، جايبين بهالانفلونزا بهالفيروسات وزاتيب ماكو داشري بالعراق، اش اكو امراض فيروسات جايبين لنا اياها من الخارج وجايبين زاتيب وين بالعراق؟ احنا هسه سياسة القمع ده يشتغل بالعراق اخوي العزيز. سياسة القمع ده يشتغل وهذا متهجير وهذا كل سياسة تلية وتضليل اعلاني وبس هيك مشهور ماكو. حصص مال نفط لازم يعطون الشعب، هذول من جو استلموا الحكم وقت بريمر، هذا الكلب اللي راح، هذا الحاكم قال راح ينطي حصص نفط للعراقيين، من كان وقت النفط صار 150 دولار لازم حصة نفط كل عراقي 10 ملايين دينار، ما انطوا، هسه النفط مو 65 دولار 70 دولار، لولا نحسب على 60 دولار كل فرد عراقي يصير حصة مالته 5 ملايين بالشهر لازم ينطون قوية، حتى الكهرباء والماي كله لازم بلاش، كله هذا كله بلاش. زين أبو طارق، نعم، أبو طارق أنت شلون تشوف وسائل الإعلام في العراق بعد العام 2003؟ يعني كله تضليل. يعني مثلا هذه حاله، لو افترضنا وصدقنا ما قال وزير الداخليه قاسم الاعرج بانها حادثه ملفقه، قناه مصوره مع فتاه تقول اهلي باعوني بسبب انه انا فقيره والى اخره، وبعدين الفتاه تحدثت بانه يعني مقدم البرنامج او المراسل اعطاها فلوس حتى تحكي هذا الحكي. زين لو صدقنا روايه وزاره الداخليه، آلاف الحالات، عشرات الآلاف من الحالات في العراق من الفقر والبطالة، وملايين النازحين والتدمير اللي صار، أنت شلون تشوف تعاطي وسائل الإعلام في العراق مع الحالات الإنسانية؟ أبسط ما يكون ابن الحلال، أبسط ما يكون الشغلة بينه، طبعا الشغلة بينه،
هذا باسم خشان حكى له كم كلمه طلع فساد مال المحافظه مو مال دوله مال محافظه صغيره على شبه عراق فوتوا له قياس 6 سنوات جوا زين زين هاي البنت هم التحت هو كله تلفيق هذا التلفيق يجيبوه ماكو يجيبوه وحده ما اعرف اثنين يجيبون هم ليش ما يروحون يصورون هذا جسر الفلته هذا البصره ليش ما يصورون المزابل مال البصره القنوات تضليل تضليل ليش ما يطلعون فساد مال هالحكومه هذول الفلوس الباقون ليش ما يقولون سبايكر هذول الشهداء مال سبايكر وينهم منو المس عليه زين ليش ما يقولون سقوط مال الموصل زين لا. ليش ما يقول هالفلوس الجده هذا اللي يروحون بيه على الكويت يقدون فلوس ها الاستثمارات يعني شغله ما يعني تشوف المفروض يتم التسليط على القضايا الاكبر انت تشوف انه المفروض الاعلام يسلط على القضايا الكبيره في طبعاً العراق طبعا طبعا اخوي سلط بس على دول رؤوس الفساد نعم اي 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 بس يتسلط على دول رؤوس الفساد دول رؤوس العصابات مو رؤوس الحكام رؤوس العصابات هذول عصابتيه هذول مو احزاب كلهم عصابات زين هذول عصابات مجموعه من العصابات جايين متسلطين على الدوله هاي دولة العراق اللي الشعب يفهم يكافي يطلب حصة مالته مال النفط إلى من أنتم تروح على الانتخابات؟ اللي يروح على الانتخابات ينتخب هذول البواقين هو مصير بواق مثلهم في الشرع بالإسلام بالدين بالأي أديان سماوية كلها ينزلوها تعال اسألوا عالم ديني زهق السعيد بن المسيب تدري شو يقول رحمة الله عليه التابعي يقول إذا رأيت العلماء طرقوا باب الحكماء فاعلموا أنهم سراق العالم اللي ما يحكي صحيح هذا مصارق مثلهم نعم زين ابن عمي شكرا أبو طارق من دهوك كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه تفضل ابو عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله استاذ عمر انت تحدثت عن الفقر وعن الاعلام نعم زين احنا الفقر مين اجى هذا من الله سبحانه وتعالى رب العالمين من يغضب على قوم يدمرهم تدمير من هذا التدمير الشامل ما يحتاج الى سلاح نووي والى اسلحه ومدافع وطلقات ودبابات هو يعرف شلون يدمرهم شلون يذلهم مذله من هاي التمام لانه الشعب اللي يركض ورا هؤلاء اجلكم الله السراق السفله اللي لا عندهم لا دين ولا شرف ولا هم يحزنون يركض وراهم يركض فيذلهم رب العالمين يذلهم ما يبقي لهم اياه يقولوا ما ولا دمركم تدمير لا يحتاج الى هذا انت راح تشوف الايام القادمه الشهرين القادمه راح تشوف الشوب العطش والجوع اللي راح يصيب هذا البلد هذا من الله سبحانه وتعالى انت لحد الان شوف مساله هذا الاعلام التافه الفاسق اجلكم الله اللي الاف الجسس موجوده تحت الانقاض من نساء من اطفال من شيوخ من شباب يقول لك والله داعش تحت الانقاض داعش تحت الانقاض يقول لك انت عرفت هذا داعش مو داعش انت فرزت عنه علم الغيب عندك انت ولك الكذب هذا الى متى توصلون به الى متى مقابل شنو هي الاموال اللي قاعد تحصلون عليها مقابل ان تبثون هذه الاخبار الكاذبه داعش جد بالمئات الالاف داعش عشرات الالاف داعش موجودين بالجهه الغربيه هو 300 واحد دخلوا لهذا للعراق واحتلوا هزموا 5 فرق شيعيه
ولا وحده بيهم فرقه بيهم بيها خير وبوجه 300 واحد. الفرقه من شكل 20,000 من 30,000 واحد عددها ما تستوقفون بوجه هذول 300 واحد. هذا الكذب. شوف الاعلام يا سبحان الله. الرسول عليه الصلاه والسلام صادق حين قال قالوا ان تكلموا فيه من رويبضه، قال يا رسول الله من هو رويبضه؟ قال هو التافه والفاسق. فهذول اذا مو تافهين وفاسقين واعلام ايضا مشترك في السرقه يستحصل على اموال، ولا هاي مئات الملايين من عشرات الملايين من الدولارات سنويا تصرف على هذه القنوات. يعني بشكل عام بشكل عام انت تشوف القنوات، يعني المتصل قبل شويه ابو طارق من دهوك قال المفروض يتم التركيز على قضايا كبيره مثل سقوط الموصل، مثل سبايكر، امور اخرى، الفساد، وبعدين نجي على الامور الثانويه اللي موجوده في الشارع، لان بسبب حيتان الفساد ادت الى حالات الفقر اللي موجوده في الشارع. انت شلون تشوف تعاطي وسائل الاعلام مع القضايا العراقيه؟ والله استاذي هو قلت لك هو الاموال هي هاي الاموال المسروقه من الدوله، من خزينه الدوله اللي توزع على هذه القنوات الاعلاميه وعلى اللي يستضيفوهم. من يستضيفون؟ يستضيفون شكو واحد متهم بجنايات كبرى سابقا بزمن النظام السابق، ابسط من عدا ما يكون، هي ابسط جنايه عليه كبرى هي الزنا بالمحارم، يجيبوه يستضيفوه منافق كذاب مجرم مقاتل، يستضيفوه يكبرون براسه يسوون له دعايه اعلاميه مثل اوس الخفاجي ولا قيس الزباله ولا غيره وغيره، كلهم مجرمين وقتله. هذا تتوقع انه يجيبوه للقناه ويكبرون براسه ويسووه هذا مقابل بدون مقابل؟ هذا لا. بدون مقابل انا اسال هاي القنوات اللي تدعي انها عراقيه شريفه محايده، انت تجيبين بدون مقابل؟ والله يا كذابين ما تجيبوه بدون مقابل اذا ما تاخذون اموال باحده مقابله. زين شوف ايش تاخذون فلوس مقابله، اما ما تجي تطلع او تجمل من عنده من صوته هذا المجرم القاتل الكافر اللي قتل بالالاف واللي طالب ابو عمر اللي طالب الحكومه العراقيه بان تقتل وتعدل وان تشوي كل شيء. معروف انه الاحتلال الامريكي يعني مثل ما الغى وزاره الدفاع وحل الجيش، كذلك الغى وزاره الاعلام وحل كل موظفي الوزاره في العام 2003. يعني خطة مرسومة لتعدد القنوات حتى تكون كل قناة لها سياق معين، لها سياسة معينة، وهذا بالتالي كما أشرنا قبل الفاصل بأنه بحوث علمية وعدت في هذا المجال أكدت بأنه تعدد وسائل الإعلام وارتباطها بأحزاب سياسية في العملية السياسية مشاركة في العملية السياسية أدى إلى تزايد الشرخ الطائفي والمحاصصة وإلى يعني تعدد وجهات النظر في الشارع العراقي. استاذ المحتل طبعا تعدد وجهات النظر من ناحيه انه زادت الطائفيه، هذا اللي التعدد، واما التعدد اما التعدد بحالته الطبيعيه هذا شيء مقبول اذا كان طبيعي. استاذ نعم. هو هاي الحجه مالته المحتل، شنو المحتل؟ المحتل يقول لك اذا تريد تدمر البلد هو ان يتفرق بيناتهم، هو ان يجيب لك اعلام متعدد، اعلام هذا الاعلام مدفوع الثمن، هذا ما يجي اعتباطا، هاي اكو دول عربيه مشتركه وياهم، اكو دول اجنبيه مشتركه تساعدهم، هذا السرقات اللي تتم داخل البلد من خلال هاي الاحزاب اللي تحكم، هذا كل اعلام بيدفع فلوس، هذا كل حراميه بيدفعون صدق بيدفعون فلوس اموال طائله مقابل هذا الاعلام. نعم. ان يساهم في بناء في استمراريه في اقناع هذا الشعب بان هذه الحكومه رغم انه سارقه، رغم انه قاتله، رغم انهم نصابين ومحتالين، لكنهم اشرف من الشرف. فانت ايش تترجى؟ هاي هي الحريه والديمقراطيه اللي جاب لك اياها المحتل. نعم. هذا اللي احنا ركبنا وراها كثير من العراقيين والملايين وما زالوا. هسه اعلام اكو ديني عندك، اعلام سياسي عندك، اعلام اقتصادي، اعلام عسكري، اعلام. نعم. طائفي قذر بمعنى الكلمة. ماشي. ليش هذه الحاله، خلينا يعني نركز على هذه الحاله، ليش هناك كثير من الحالات طلعت على قنوات عربيه وعالميه تم توثيق جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان وغيرها، ليش وزير الدفاع ركز على هذه الحاله عندما نفى وجابوا البنيه وقالت لا والله هاي القناه دفعت لي حتى احكي هذا الحكي؟ برايك ليش؟
يعني صار هم يريدون يغطون على جرائمهم لا اكثر ولا اقل، ويرفضون كل اعلام صريح وحقيقي يواجههم وجه بوجه. وهذا ليش هي بس هاي البنيه، ليش هي بس هاي البنيه، ليش هم نسوا هاي المره اللي طلعت على احدى القنوات وقالت عندي 5 أطفال وزوجي غايب عن البيت، جايني ابو عمامه سوري يريد يزوجني زواج متعه الى باكستاني، ليش هي هاي نسوها، ليش هي هاي كذب منهم وبيهم، ليش هي هاي كذب، ليش هاي البنيه اللي اسمها شيماء اللي طلعت على يقولها احنا ما نعينك الا اذا تروحين يم ابو عمامه يتمتع بيك يلا احنا نعينك. جيت انتم جد الموظفين المتعينين بالدوله لحد الان انتم بعتوا شرفكم لاهل العمائم لاهل الديوثي حشد يسمع على مود تعينتوا، الضغط كلهم باعوا شرفهم في سبيل ابو عمامه في سبيل ان جو تعينوا وصاروا ضباط وصاروا مسؤولين وصاروا. نعم ابو عمر. ابو عمر بن سليمان كان معنا اتصال ابو علي من كربلاء، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يسهل عليكم. الله يسهل. وأشكر الأخوة المتصلين قبلي وأشكر قناتكم المنقرة. هم حقهم لما يقولون ماكو جوع والشعب مرتاح مثل العامري ومثل هذا اللي باقي عادل عبد المهدي أو هذا جلال الدين الصغير أبو البسكويت أو هذا الشهر الثاني حقهم بيوتهم برا ومرتاحين وما يدرون. اما على الاعلام يجب يعني الانسان المتابع يعني امثال كل الاخوه المتصل يصير عنده رؤيه مثل صاحب الكتاب الانسان المطالع دائما يطالع يصير عنده رؤيه. يعني العنوان قلت الكتاب معروض من عنوانه حبيبي عمر الله يخليك احنا وصلنا اكو فد ملاعبه العفو من تقاضى عن جزءه تقاضى عن جله. يعني هي صحيح مصيبة نقدر نقول مال الموصل والأنبار واللطيفية والمحمودية وجرف الصغر مصيبة، ولكن هذا كلها مرتبطة ببعضها. يعني الحالات الاجتماعية خصوصا القنوات الطائفية مثال الفرات والعالم وكثيرين نعرفهم احنا يخلون بيناتنا الرعب يخوفون بعضنا بعض. وأرجو من المتصلين أن كل حكومة بكردها بعربها بسنتها بشيعيتها كلهم مجرمين. احنا من نقول الحكومة لا يفترق اللي مشترك بالحكومة سواء كردي او سني او شيعي للأسف يجي نقول هاي الدولة هم غاضين بصرهم عن ما يصير. والله العلي العظيم وبالله الكريم بيع من سنين الكلية تجارة بالأطفال كثيرة الآن يسرقون أطفال قطع غيار بشر يبيعوهن للدول المجاورة يبيعون الإيران يبيعون التركي. أطفالنا قاعد مو بس يبيعوا بالعراق هذا هيجي بشي رخيص. والله أنا أعرف عائلة باعت بمليونين دينار باعوا طفل الله يشهد. وفي قبل العام أتصور كأقفل أحد النازحين قتل كل عائلته. ليش من الفقر عندنا التسول عندنا المخدرات عندنا يعني احنا العراق ما يصير تقول عراق دوله غابه. فهذا لما يقول ما موجود يريد يبيض وجهه ولكن وجهه فخم. احنا مدمرين الطائفيه النسيج الاجتماعي الديمغرافية العراق اكبر مصيبه. ارجو منكم يوم من الايام تخلون حلقه الديمقراطية العراقيين قاعد يجيبون باكستانيين وهنود وأفغان وإيرانيين قاعد يطوهم جنسية وهي مصيبة. مثل ما يجي جات محمد جعفر أصلا إيراني السستاني أصلا إيراني شهرستاني أصلا إيراني علي الأديب أصلا إيراني الربيع أصلا إيراني وزير الخارجية مالتنا هندي بعدين لون هم يصيرون أولاد البلد والباقيين قربة. يا حبيبي هاي أرجو منكم في يوم من الأيام طلعون عنا اللي هنا ساعدنا بالحكومة أكثرهم مو عراقيين. وأشكركم والله يستر عليكم. شكرا أبو علي من كربلاء كان معنا. نقرأ بعض رسائل واتساب. بنت بغداد تقول كثير من الفضائيات التي تدعم أكاذيب الحكومة وبطولات الميليشيات هذه الفضائيات تزور الحقائق وأن المهجرين يدعمون من الحكومة وتنكر ممارسات الميليشيات الطائفية المجرمة وتروج لبطولات وانتصارات مزعومة ضد داعش. في رسالة أخرى ربما تكون بعيدة عن موضوع البرنامج ولكنها يعني مناشدة يقول اليوم الصبح في زيونة تحديدا في شارع الربيع
أمانة بغداد، أمانة بغداد إجت للمحلات يريدون يفلشون الرصيف ويخلون ما يعرف بالمقرنص، ويريدون من أهل المحلات فلوس على المتر 300,000، واللي ما يدفع يحطون صبات أمام محلة وحق الله، وحتى الفيديو منشور في الفيسبوك كما يقول عمي لحقونا يا أهل المروة، هم شغل ماكو، هم الحكومة باقونا، ويريدون من العالم فلوس، الله أكبر على إيران وعلى حزب الدعوة كما يقول. يقول هناك حكومة، إلا أنه من المستحيل أن توصف الحالة السياسية التي يعيشها البلد بالدولة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، علما بأنه من الثابت بأن الحكومات المتعاقبة في بغداد منذ العام 2003 هي حكومات فاشلة كما يقول. احتلت البلاد في ظلها المراكز الأولى عالميا في الفساد وفي اللوائح السوداء الدولية وقوائم العار الأممية، وأدرج العراق بين البلدان الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام الجائرة، وعد البلد من أسوأ بقاع العالم بالنسبة للعلماء والمفكرين والكفاءات والمبدعين، وكذلك للمرأة والطفل وللصحفيين والإعلاميين والمثقفين وللفئات المجتمعية الأخرى. والأدهى من ذلك يقول هو أن السفاح في العراق الجديد بات رمزا، والقاضي أصبح خصما، والميليشيات صارت جيشا، والتافه أضحى متكلما في أمور الناس، وهذا أرث الاحتلال البغيض الذي لا يزال جاثما على صدور العراقيين الشرفاء. هذا هو الاحتلال الأمريكي ثم الإيراني في العراق. مبروك من الإمارات. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك وقناة الرافدين. حياك الله، أهلا بك أستاذ عمر. للأسف الشديد يعني من سنة 2003 من بداية الاحتلال كل شيء بالعراق تدمر، وظهرت وسائل إعلام مهجورة ومدعومة من إيران، شغلتها الأساسية تبيض وجه هذا المجرم أو ذاك من اللي يستلموا من مناصب بالدولة من خلال هاي الحكومة الطائفية. وللأسف أستاذ عمر الصحفيين اللي باعوا شرف المهنة بالدولار من ضمن ذولة اللي يمجدون للفاسدين. أستاذ عمر من سنة 2003 إلى هسه أبسط مواطن عراقي صار إعلامي، لأن اللي دي يشوفه ما يحتاج لتزويق. بالأساس الحكومة ما تريد الإعلام الشريف ينشر فضائحهم ويحاولون يكممون أفواههم. يعني من أني أمشي بالشارع أحد شوارع بغداد وأشوف كل هالأطفال اللي تشحذ بأبواب الجوامع أو بالشوارع أو تارك مدرسته ويبيع مي بإشارات المرور، أو أشوف ذاك الشاب اللي أهله تعبوا عليه وصرفوا اللي عندهم والما عندهم على مود يحصل على شهادة وبالأخير يفتح بسطة ويشتغل، هاي يحتاج لها تقديم من الإيراني قاسم الأعرجي. لو أشوف بنات شابات كتل عائلتها العوز وطلعت تشتغل بالكوفي شوب يحتاج يكذبها هاي قاسم الأعرجي؟ كل اللي دا تشوفه يعني القنوات هاي المأجورة اللي موجودة هسه وما أكثرها اللي هي بالأساس تبع الإيران قاعدة تبث سمومها وطائفيتها بين الشعب العراقي. أستاذ عمر العراق خيراته عظيمة، ومثل ما قال الأخ اللي اتصل لأبو طارق، لو من كل برميل نفط يطلعون منه ربع دولار، ربع دولار يوزعوها لأفراد الشعب كان الشعب عاش عيشة ملوك. لكن للأسف زمرة فاسدة سلطت على رقاب الشعب ونهبت كل خيراته، ما خلت بي كل شيء، وتقاسموا بياناتهم. وحجتها الرفيقة حنان الفتلاوي من قالت تقاسمنا الكعكة وكل واحد أخذ حصته وقعدنا واستقرينا. أي إعلام يتحدثون عنه أستاذ عمر لما أنا أمشي مثلا بشارع فلسطين مرة من المرات ألقي ذيك القطع الكبيرة اللي معلقيها فوق، كل واحدة طولها 5 مترات وعرضها مترين، وقاعد كاتبين عليها بأنه الحاج هادي العامري راح يطلع على فلان قناة وراح يكون معاه لقاء وتابعوه بفلان ساعة. هو هذا الإعلام اللي صارفين على هالقطع هاي بلايين الدنانير، وعارفين هالناس هاي اللي كاتلها الجوع بالشوارع ويدورون بالقمامة؟ هو هذا الإعلام العراقي بعد ما ينغش أستاذ عمر، دي يشوف بعينه. نعم دي يشوف اللي دي يصير. أبو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا لك. السلام عليكم. يقول القنوات الإعلامية بعد العدوان على العراق كانت تابعة إلى أمريكا، وعندما بدأ التغلغل الإيراني بدأ الإعلام يسلط الضوء على الظواهر السلبية في المجتمع العراقي فقط من أجل تشويه المجتمع، ولكن دون إيجاد الحلول الحقيقية. أما قاسم الأعرجي فهو يريد زوبعة إعلامية لكي يبسط طفوذ إيران على الإعلام. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم جديدا اعزائي المشاهدين، معنا اتصال عبد الله من البصره، تفضل عبد الله. الو، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. وعلى قناه رافدين نور العين. حياك، تفضل. استاذ عمر، بالنسبه يعني من 2003 لحد الان، من مثل ما تقول جابوا عسكري دوله وسقطوا النظام وكذا، هسه شوف النظام المصري من سقط هذا فقط مصاصي الدوله عم حطت في الاعلام والجيش والشرطه. احنا هنا من قضوا على الاعلام والجيش والامن والمخابرات، وهو هذا يقول لك اكو مثل عندنا كلفين الحرب في الاعلام، هم يخافون الاعلام، الاعلام يفضحهم يا اخي، لان هم جايبين قنوات لهم خاصه اللي مثل ما تقول تصور صورتهم ويسوي مثل وضعيتهم، هم يشغلوا على الاعلام، الاعلام خطر عليهم اخطر من النووي عليهم، من سلاح نووي، هم لذلك يخافون يعطون الاعلام مثل ما تقول على بجي يعني على هو يده يعني شلون ما يدي يطلعون مثل فضائحهم قدام الشعب وقدام الناس بالانتخابات بشغلات بالسرقات بالفساد، ما يقدرون الاعلام ما يفيدون، هم يدون الاعلام شويه يحسن مثل ما تقول صورتهم زين قدام الشعب، الشعب نفسه وعى يا اخي، وعى من 2003 الشعب اندمر، البلد اندمر، يعني خلي يسمعون العراقيين. نعم يا اخوان، الله بينا. تفضل سلام. عبد الله من البصره، شكرا لك. نقرأ ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصور تظهر العلم العراقي الحالي إلى جانب العلم الإيراني في إحدى الدوائر الرسمية في القادسية بالديوانية. صورة هاي نشاهدها، دائرة رسمية في الديوانية محافظة القادسية، رسم على البوابة كما نشوف علمي العراق وإيران. طبعا اللي نشر هذه الصور تحدث بالأرقام بأنه منذ العام 1920 ولغاية 1968 أي 48 سنة كان عدد المدارس في بغداد 221 مدرسة، وبعد سنة 68 وخلال 4 سنوات فقط ازداد عدد المدارس إلى 1386 مدرسة تضم أكثر من 140 ألف طالب. بالعام 68 كان معدل الجرائم في بغداد هو جريمة واحدة كل 12 ساعة، وبعد ذلك تم خفض الجرائم إلى جريمة واحدة في اليوم. بعد 68 قانون الإصلاح الزراعي رغم الضائقة المالية أصبح إنتاج العراق من القمح فقط 3 ملايين طن سنويا، وكانت حاجة العراق الفعلية 1.25 مليون طن فقط، والباقي أصبح للتصدير وبتوصية من الرئاسة كما يقول من نشر هذه الصور. حينها كانت الحنطة تصدر للدول العربية أولا وبنصف سعرها العالمي، وللدول العربية التي تمر بأوضاع اقتصادية صعبة كانت الحنطة والرز تصدر مجانا بعدها للدول الأجنبية. هو الغاية بذكر هذه الأرقام وهذا السرد التاريخي، قال إذا تحكي يقولون عليك بعث صدام داعش إرهابي، لكن الأرقام لا تكذب كما قال. ويعني نشر هذه الصور اللي توضح زين، أنت دائرة رسمية حاط علم إيران وعلم العراق زين، إذا 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 السفارة الإيرانية بالعراق إيش راح تخلي لها؟ معنا اتصال، من الاتصال؟ أبو ياسين من بغداد، تفضل أبو ياسين. انقطع الاتصال أبو ياسين بغداد. شاهدنا هذه الصور التي تظهر دائرة رسمية كما قال من نشرها في صفحات التواصل الاجتماعي، وهذا يبدو طبعا من الصورة عليها علم العراق وعلم إيران. وذكر الرجل أو الشاب في صفحته على الفيسبوك بالأرقام، يقول لك إذا تحكي وتعترض يقول لك أنت بعثي، أنت صدامي، أنت وهابي، هذه اللغة الجديدة. حتى شاهدنا أنه في ظل يعني بعد الانتخابات بشهر الخامس يطلع لنا مثلا أبو مهدي المهندس، يطلع لنا هذا العامري، يطلع لنا غيره، يقول دير بالكم البعث راح يرجع، يعني يضحكون على الناس. أي بعث تتكلم عنه أنت؟ من 2003 ولغاية الآن كل انتخابات تحشون بنفس هذه اللغة. اجتثاث هيئة اجتثاث البعث ما خلت حتى المعلم تم اجتثاثه تقريبا، أنتوا الشعب
بسياستكم تم اجتثاثه للشعب، بس انتم اللي باقين وانتم المتمتعين انتم والمقربين منكم والناس واقعه بها. نرجع نشوف الصور مره اخرى المخرج نشوفها. هذا يعني ربما يقول لك واحد والله هاي يعني فتشي بسيط، يعني انتوا ليش تركزون عليها وكذا. شارع الخميني بالنجف شارع رئيسي سموه باسم الخميني في محافظة البصرة، نذكر ما قاله إياد علاوي لما كان رئيس للوزراء بعد العام 2003، قال دخلت إلى محافظ البصرة، قال دخلت إلى محافظ البصرة في ذلك الوقت وشفت معلق صورة الخميني، معلق صورة الخميني، فيعني قلت له أنت محافظ البصرة لا محافظ واحدة من المحافظات الإيرانية، أنت شلون تعلق صورة الخميني يعني؟ قال له هذا الإمام وكذا. فهذا يعني هذا التمسك بغير البلد والولاء لغير البلد هو ما أدى بالعراقيين إلى ما أدى إليه من الزعماء الذين جاءوا من إيران وجاءوا عبر الدبابة الأمريكية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.